لؤلؤة آسيا وجوهرة الشرق الأقصى يا رفاقي وأنا ما زرت يوما أندونيسيا سوكارنو ولا شاهدت روسيا تعدد اللغات والأعراق والأديان هو الملمح الأظهر في تلك البلاد لذا جاء شعارها الوحدة في التنوع جاكرتا مدينة تنبض بالحياة وهي أكبر مدن جنوب شرق آسيا، حيث عدد القاطنين فيها يبلغ 20 مليون نسمة، وبها أجمل الوجهات السياحية، وأماكن الترفيه والأطعمة الشعبية. الطعام الأندونيسي هو مزيج من المطبخ الهندي والشرق أوسطي والياباني، والتوابل الحراقة هي ما يميز تلك البلاد. حتى سميت في بعض اطالس الجغرافيا القديمه بارض التوابل والبهار السياحه جوده الخدمات الرقي في الخدمات الفندقيه البراعه في الاعمال الطبيه الضيافه الجويه السياحه العلاجيه كلها معالم وملامح اندونيسيا جلسنا الى سفيرها نقلب هذه الاوراق 17 ألف جزيرة و700 لغة محلية أشهرها بهاسا إندونيسيا أرخبيل يكون الدولة الأكبر من حيث عدد المسلمين والثالثة في تعداد السكان عالميا جاكرتا هي العاصمة وبالي أشهر المناطق السياحية التي يرتادها السودانيون وطالب السياحة والترفيه ومن عهد سوكارنو ما تزال الحياة تنبض بالعطاء وتقديس العمل والنشاط ضيف حلقة اليوم من حكاوي السفير سعادة سفير أندونيسيا بالسودان روساليس عدنان أهلا بكم مرحبا السلام السفير. عليكم كيف الحمد لله أهل. مرحبا بك سفير أهل. اندونيسيا بالسودان روساليس عدنان سعيدين تكون موجود معنا في حكاوي السفير الملابس الأندونيسية بتكون فيها دائما الطاقية، والطاقية دي بتذكرنا سوكارنو هو واحد من ال من القادة اللي أثر على أندونيسيا وأثر المنطقة بشكل عام، وهو واحد من مؤسسي مؤتمر باندونغ المعروف ومؤسس برضه لكتلة عدم الانحياز، خلينا نتكلم عنه وعن أثره على أندونيسيا. Yes, thank you very much. Well, uh, you are you are quite right that our first president Ahmad uh, نعم شكرا جزيلا بالفعل هذا صحيح فالرئيس الاول لاندونيسيا احمد سوكارنو كان معروفا لدى الكثير من الدول خاصه افريقيا والدول الناميه <applause> ذلك لأنه قد نظم أو بادر بالمؤتمر الآسيوي الأفريقي الذي انعقد في العام 55 أنت محقة فقد دعا سوكارنو في ذلك الوقت بعثة السودان بالرغم من أن السودان نال استقلاله لاحقا في الأول من يناير في العام 56 و ألف many وقد قال الكثيرون في ذلك الوقت ان السودان حصل على استقلاله في باندونغ وليس في الخرطوم وذلك لان بعثة السودان قد حضرت المؤتمر بعلم ابيض كتبت كلمه السودان عليه باللون الاحمر ما زال هذا العلم موجودا في المتحف الاسيوى الافريقي بمدينه باندونغ <applause> سوكارنو لقد وضع سوكارنو دائما تلك القبعة وهي بالفعل قبعة تقليدية ليس في أندونيسيا فحسب لكن أيضا في بعض دول جنوب آسيا كما في ماليزيا وبعض أجزاء من الفلبين وتايلاند إنها القبعة الأكثر شعبية بين شعوب جنوب شرق آسيا خصوصا أندونيسيا كان هي ما بقت ثقافه غير منلقى شنو من الملابس الاندونيسيه اللي هي برضو فيها تعبير عن الثقافه مثلا زي القميص ده وهو ايضا مسجل حتى في, في اليونسكو على ما اعتقد. Yes uh, actually the the basic is Indonesian uh, traditional shirt uh, and it wear almost uh, uh, <applause> نعم بالفعل فهو اللباس الأساسي في التقاليد الأندونيسية ويلبسه كل الأندونيسيين كما أن الرئيس السابق لجنوب أفريقيا السيد مانديلا قد قام بارتدائه أيضا فالسيد مانديلا دائما ما كان يرتدي الباتيك ونحن فخورون بذلك لدينا انواع عديده من الباتيك ليست فقط في اندونيسيا بل من بعض الدول الاخرى في المنطقه لكن الباتيك في الاصل من منطقه جافا باندونيسيا كذلك الذي يبدأ بنقطة وينتهي بأخرى ونطلق عليه المواد الخام ولكننا الآن نستعمل الكثير من أنواع الباتيك نعم هذا الذي ارتديه يمثل الحصان. قد نستعمل الحيوانات في حين والزهور في أحيان أخرى ولكنها متنوعة وقد تكون مزيجا من الاثنين التنوع ده هل فيه دلالات سواء كان في الألوان أو في الصور التي تكلمت عنها؟ حسنا الألوان قد تمثل المنطقة كما تعلمين فأندونيسيا دولة كبيرة جدا كما تعلمين وهي مقسمة إلى ثلاث تواقيت زمنية وتضم ثلاثة وثلاثين قطاعا وكل منطقة لديها خصائصها المتميزة ليس فقط في الألوان بل أيضا في الموضوعات كالحيوانات وأنواع الزهور والنباتات وقد تكون خليطا من كل هذا كما انها قد تعكس طبيعه المنطقه كموجه البحر مثلا او المطر وقد تمتزج بالشكل الحيوان الاكثر شهره في المنطقه فعلى سبيل المثال هناك شعب الباكوا في شرق اندونيسيا ولديهم طائر جميل جدا يدعى ساندورواس دائما ما يزينون به قماش الباتيك الخاص بهم ساعة السفير لطالما تكلمت عن وجهة معينة أو منطقة معينة في أندونيسيا خلينا نتكلم عن أندونيسيا بشكل عام فيها تنوع كبير وفيها تعدد في الأديان واللغات والثقافات كيف استطاعت أندونيسيا إنه تحتويهم كلهم مكون مع بعض الشعب الأندونيسي؟ Yes, uh, if we... Look at the of arms of our our country. You know there is a in it is in نعم اذا نظرت الى شعار بلادي فهو يحوي رمزا خشبيا يدعى بنكارتو كاليغا وهي تعني بالانجليزيه الوحده في التنوع فنحن الاندونيسيون متنوعون جدا لدينا اكثر من 300 إثنية واكثر من 700 فرع في اللغه لكننا نعيش بتناغم كجيران من مختلف الاديان لكن غالبيه الشعب الاندونيسي من المسلمين ولكن هناك أيضا المسيحيون والكاثوليكيون والبوذيون مع ذلك نحن نعيش في تناغم بسبب وحدة اللغة فنحن نتحدث لغة واحدة هي بهاسا أندونيسيا أو اللغة الأندونيسية we إندونيسيا or إذا أتيت إلى تلك المنطقة في الجزء الشمالي لسولاويسي بأندونيسيا فسترين المسجد والكنيسة على حد سواء. هذا يعكس مستوى التعايش اللصيق بين الديانات في إندونيسيا. كأنه التنوع ده كله في وحدة واحدة زي ما جبال أنت ذكرتها آه والجامع هو اللغه، كان التنوع ده مخلي الوحده هي اكبر ما بين الشعب الاندونيسي. نتكلم برضو عن اندونيسيا من الناحيه الاقتصاديه، كيف اوجدت لها حلول وهي اتجهت الى الصناعات والى الـ والى الزراعه وقدرت آه توجد لها مكان وسط الدول الكبيره والدول الصناعيه. Yes, uh, Indonesia is uh, the biggest economy in South Asia. Uh, we are the, 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 the only country in South Asia in the region. <سؤال> نعم اندونيسيا هي الدولة ذات الاقتصاد الاقوى في جنوب شرق اسيا فنحن الدولة الوحيدة في منطقة جنوب شرق اسيا التي يصل ناتجها المحلي الاجمالي الى تريليون وليس مليون. وهي أيضا كواحدة من 22 عضوا في تلك المنطقة ما زالت تتمتع بذلك الناتج الإجمالي العالي وكما تعلمين فجاكرتا هي الموقع الرئيس للسكرتارية العامة الآسيوية وهي من الدول القائدة لذلك التحالف وأيضا ما يعرف ب الايبيك للتعاون الاقتصادي. باختصار فالاقتصاد الاندونيسي في حاله نماء ويعزى ذلك ايضا لما ندعوه الان المجتمع الاقتصادي الاسيوي وهو يتميز بحريه تداول السلع والاستثمارات والخدمات وكذلك العماله. فتمتعنا بتلك الامتيازات علاوة على أن إندونيسيا هي الدولة الأكبر في جنوب شرق آسيا يوفر لنا المزيد من فرص النماء الاقتصادي. <applause> بإمكاني أيضا القول بأن الطبقة الوسطى في أندونيسيا في حالة تزايد فمن بين 260 مليون نسمة يوجد الآن أكثر من 60 مليون ينتمون إلى الطبقة الوسطى ولهذا السبب تجدين الكثير جدا من الأندونيسيين يقضون مواسم الحج والعمرة كل عام حيث باستطاعتهم الآن الحصول على دخل أفضل يؤهلهم لأداء شعائرهم الدينية كالعمرة في مكة That's why if you go to Makkah uh, for performing Umba, uh, many Indonesian people, you know, because they have uh, better uh, purchasing power, and they have, uh, they are become the middle class of Indonesian, and they always, uh, you know, have a, cap a capability to. ومع ذلك فان مستوى الدخل لكل راس مال ما زال اقل من أربعة ألاف دولار امريكي وذلك لارتفاع مستوى التضخم السكاني فنحن الان نزيد عن 260 مليون نسمه ولكن مع النسبه الاكبر في المنطقه للناتج الاجمالي المحلي فان اندونيسيا مقبله على مستقبل جيد من النماء الاقتصادي نا. واحدة من الأشياء برضو اللي اعتمدت عليها إندونيسيا في أنه اقتصادها يتنامى كما تفضلت اللي هي السياحة والسياحة العلاجية وحتى شكل الخدمات في نواحي ثانية Yes, you you are right. Because you know, I mentioned earlier that our economic growth is increasing. نعم أنت محقة، فكما ذكرت سابقاً إن النماء الاقتصادي ظل يتزايد في الست سنوات الأخيرة وقد وصل حتى 5% نسبة نماء، والسياحة من أهم القطاعات التي ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي. ولقد قررت الحكومه الاندونيسيه مؤخرا اضافه عشر مواقع سياحيه جديده ربما تعرفين بالي والان لدينا بالي اخرى واماكن مثل واكاتوبي وباربوتو وتوباليك والعديد من المنتجعات السياحيه في مختلف المناطق باندونيسيا كما ذكرت ايضا ان اندونيسيا دوله كبيره جدا تضم ثلاث وحدات زمنيه وقد يستغرق السفر من شرقي البلاد الى غربها ما يقارب الست ساعات من الطيران. نتوقع زياده معدلات السياحه الاجنبيه القاصده لاندونيسيا مع تطور قطاع السياحه في البلاد. فالان لا يتجاوز العدد 10 مليون ولكن نتوقع زياده في تلك الارقام في المستقبل القريب لتشمل السياح السودانيين ايضا السودانية السودانية. فلقد علمت ان الكثير من الشباب السودانيين يتوجهون الى بالي لقضاء شهر العسل هناك بيمشوا <applause> <كم> هناك <applause> 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 صحيح <تصفيق> <تصفيق> طيب شنو من الخدمات ساعه السفير بوجودك هنا اللي بيلقاها الراغب إنه يمشي إندونيسيا سواء كان في شهر العسل أو في زيارات السياحة العلاجية أو كسياحة عامة. Yes, uh, I, yes, I نعم فكما ذكرت هناك العديد من السياح الاجنبيه التي تقصد اندونيسيا لقضاء مختلف الاغراض كفتره شهر العسل او كما يفعل البعض لزياره المعالجين التقليديين الذين لا يدخلون العناصر الكيميائيه في تحضيرهم للادويه التقليديه وهي واحده من اكثر الاغراض الجاذبه للسياحه الاجنبيه في اندونيسيا. وهي هي تعتمد بشكل أساسي على الأعشاب الطبيعية ليس فقط للترفيه بل لأغراض علاجية متعددة وغالبا ما يجد السياح ضالتهم ضمن تلك الخيارات العلاجية دي الخيارات لمن إصل الشخص أندونيسيا الزائر أو السائح السوداني الحاب يمشي أندونيسيا لأي من أسباب السفر اللي تكلمنا عنها شنو من من الخدمات الممكن إلقاء بوجودك هنا كسفير لأندونيسيا بالسودان yes, of course, we, of course, uh... <applause> نعم بالطبع نحن نبذل ما بوسعنا لتقديم اجود الخدمات لاخواننا السودانيين الذين ينوون الذهاب الى اندونيسيا لدينا القسم القنصلي هنا بالسفاره لاصدار مختلف التاشيرات ولقد قمنا بتصميم نظام يساعد على اتمام معاملات الفيزا في فتره وجيزه قد لا تتجاوز اليومين او الثلاث كما أنني على صلة طيبة بسفير السودان في جاكرتا وقد قمت بالاتصال به لأخبره أن ابني ينوي القدوم إلى السودان ولقد تكرم شاكرا بعفائه من الرسوم أنا الآن أتطلع لزيارة أبنائه لأندونيسيا لأرد الجميل <applause> نعم فنحن سنبذل ما بوسعنا لمساعدة المواطنين السودانيين الراغبين في زيارة أندونيسيا كما نتمنى زيادة عدد السياح السودانيين وأيضا سنشجع الأندونيسيين على زيارة السودان <applause> فكما ذكرت سابقا بإمكان الأندونيسيين الآن التكفل بمنصرفات العمرة وعادة ما يتوقفون لزيارة بعض الأماكن بالمنطقة كتركيا والأردن ولقد شجعت أحد أصدقائي الذين يديرون وكالات السفر بأندونيسيا على تنظيم رحلات للسودان وأنا مستعد للتعاون معه لتشجيع السياح أندونيسيين للقدوم إلى السودان <applause> إن شاء الله بعد التشجيع ده أعداد السياح من أندونيسيا تزيد في المناطق السياحية في السودان خصوصا أنه هي فيها التنوع الكبير الممكن يشبه برضو أندونيسيا ساعة السفير جيبالي تكلمنا عن أنه المجتمع الأندونيسي هو متنوع فيه الكريستيان وفيه الكاثوليك لكن الأغلبية هي مسلمة فمنلقي أنه رمضان ده فيه خصوصية في دولة أندونيسيا similarities نعم فالسودان واندونيسيا يتشابهان لحد كبير ففي كلا الدولتين يمثل المسلمون غالبيه السكان تزيد النشاطات الاجتماعية في أندونيسيا بشكل كبير خلال شهر رمضان كقراءة القرآن والتجمعات في المساجد والتجمع حول الحلقات الدراسية وهو ما يحدث أيضا في السودان لكن هناك أيضا شيء يفعله الأندونيسيون وهو أنهم يرجعون إلى قراهم ومساقط رأسهم للاحتفال برمضان والأعياد مع أحبائهم كما يفعل الناس هنا try to share with وخلال رمضان خاصة في الأمسيات يتجمع عدد كبير من الناس في المساجد لأداء صلاة التراويح. نعم كل تلك الأنشطة المرتبطة برمضان. ساعة السفير تكلمنا عن رمضان والتشابه الكبير ما بين السودان وما بين اندونيسيا، واحدة من الحاجات اللي ممكن نتشابه فيها ممكن يكون المطبخ وممكن يكون لا، نتعرف على المطبخ الاندونيسي مع زوجة السفير، تفضل معنا. اوكي. تفضل. طريقة الضيافة وانت اكرمتينا بها مدام، خلينا نتكلم بشكل عام عن المطبخ الاندونيسي. اوكي. لدينا انواع كثيرة جدا من الاطعمة في اندونيسيا، أما في هذه الليلة طبخت نوعين من الأطعمة الخفيفة وهي باستيل ودادار كولينج. باستيل تصنع من الدقيق والبيض. توجد داخلها بطاطس وجزر وأما دادار كولينج تصنع أيضا من الدقيق والبيض يوجد داخلها جوز الهند وسكر أحمر أيضا الأطعمة الخفيفة من ولاية أخرى منها كيلفون وكوي لامبور في بتكون عصاير بتشربوها أو مشروبات ساخنة ولا ما في خصوصية للشهر ده في المطبخ يا مدام؟ <applause> أما المشروبات لدينا في رمضان منها ويدن جاهي ودوات ونوع من العصائر مثل عصير التفاح وآيس بوا سلطة فواكه وغير ذلك من المشروبات وأما الأطعمة في وهي باستيل تصنع من الدقيق والبيض توجد داخلها بطاطس وجزر أما دادار كولينج تصنع أيضا من الدقيق والبيض هنا يا مدام في لون كذا كل الفطاير دي بتتعامل مثلا باللون الاخضر ده ولا في الوان وي هاف اولس توجد الوان اخرى مثل لون الشوكولاته او اللون الابيض مثل okay. جوز آه. الهند yeah. ولا الفطاير اللي هي بوكس دي كلها بتتعمل بشنو خضار ولا جبنه زينا ولا لحمه ولا yeah, we have... جوغة. جوغة في آه السودان. زي سامبوكسا توجد أنواع أخرى من باستيل وهي ما نسميها ريسوليز تصنع من التفيق والبن أما داخلها يوجد من الدجاجة المفرومة والبطاطس والجزر أيضا وكمان اثنين بس يعني لازم يكونوا اثنين وممكن يكونوا أكثر بدي أسكالي هي أوكي أوكي إحنا من المطبخ الأندونيسي حنكمل حوارنا مع سيد السفير تفضلوا معنا ساعة السفير مرحبا بك مره ثانيه ونحن في حديقتك الخارجيه دارين نتكلم عن انت من وين من اندونيسيا؟ حسنا انا في الاصل من الجزء الجنوبي لسومطرة وهي من اكبر الجزر باندونيسيا امي من جنوب سوماترا في حين ان ابي مختلط الاصول وكان قد جاء إلى جزيرة سومطرة مع الجيش المحرر للبلاد عندما التقى بوالدته فنحن أسرة متعددة الأصول ثم التقلت إلى باندونغ تلك المدينة التي انعقد بها المؤتمر الأسيوي الأفريقي كلمنا قبل ما نمشي لباندونغ عن سوماترا كمدينة وكمجتمع Well, Sumatra حسنا، سوماترا هي أكبر جزيرة بأندونيسيا، وهي تقع على الجانب الغربي من البلاد، وهي أيضاً تدعى جزر الأندوراس، وتعني الجزر الخصبة، حيث تنمو هنا الكثير من أنواع النباتات، ليس فقط النباتات بل المشروعات الزراعية، كما أنها جزيرة غنية بمواردها الطبيعية. ولقد ولدت بباجو وهي مدينة صغيرة في جنوب سومطرة ويوجد بباجو مصفاة للنفط وهي الأولى من نوعها بإندونيسيا فقد قام ببنائها الهولنديون قبل الإستقلال <applause> وقد كان جدي لأمي يعمل بشركة النفط تلك وكذلك أمي وأبي عملا في تلك الشركة التي تدعى برتامينا لكن سومطرة صارت ساخنة بسبب تلك المصافي وحقول النفط فهي ليست غنية فقط بالنفط والغاز بل بالمعادن والزراعة وخاصة زيت النخيل <applause> ثم انتقلنا لباندونغ وهي منطقة مرتفعة وهي بالطبع أكثر برودة من سومطرة وقد سميت بباريس أوف جافا تشبها بمدينة باريس لكنها في جزيرة جافا لقد استقريت في باندونغ حتى تخرجت من جامعة باديا جارن وهي من أرفع الجامعات بباندونغ أنا لم أتقدم بطلب لوزارة الخارجية الأندونيسية ولكن الوزارة هي التي أتت إلى جامعتي وقامت بفتح فرص التوظيف المباشر من هناك للطلاب حديثي التخرج كنت محظوظا جدا حيث كنت من ضمن سته طلاب فقط تم قبولهم للالتحاق بالعمل بوزاره الخارجيه الحمد لله جميع الذين قبلوا في ذلك الوقت اصبحوا الان سفراء في جنيف والكويت وتعاقب اثنان على سفاره نيوزيلندا وايضا سفيره سنغافوره And uh, in one, the other one in Kuwait, and uh, the two used to be uh, former ambassador to New Zealand, to Wellington, and the other uh, our ambassador to Singapore. And, and you now, in Sudan? <laughs> yeah, now me, and me in Sudan. Wa <laughs> Sudan.

بعد التحاقي بالوزارة تلقيت تدريبا خاصا استمر لمدة عام كامل وهو برنامج تأهيلي للدبلوماسيين في بداية الخدمة. ثم أتيحت لي الفرصة لحضور كورس مخصص للدبلوماسيين ببرلين في ألمانيا. ثم تم تعييني في قسم متعدد للتخصصات. حيث تعاملت مع الشؤون الاقتصادية هناك ثم التحقت بالسفارة فيينا في النمسا أيضا مسؤولا من الملف الخاص بالشؤون الاقتصادية متعدد الجوانب ثم لذات الملف العاصمة جاكرتا هذه المرة للشؤون الآسيوية حيث عينت في السفارة الأندونيسية بأنقرة في تركيا

حيث تم تعييني نائب مساعد بدرجة مدير في الشؤون السياسية والقانونية بوزارة التعاون الدولي قضيت هناك ثلاثة أعوام حتى تم الترقية مجددا لألتحق بالمجلس الأندونيسي في كراتشي في باكستان حيث خدمت أربعة سنوات وعدت مجددا للوزارة حيث تم تعييني كمدير للعلاقات الخارجية في الوكالة الأندونيسية للاقتصاد الخلاق ثم في فبراير الماضي تم تعييني بواسطة الرئيس الأندونسي لأباشر عملي كسفير لدولة السودان وأريتريا أيضا إذا سألت عن انطباعي عن السودان فقد كان البعض يسألني أيضا عن مهمتي القادمة كسفير للسودان وكنت أجيبهم نعم في السيد جامبيكو صديق المقرب قد كان السفير السابق للسودان قبل سيادة السفير برهان كان السيد جامبيكو سفيرا في الخرطوم وقد قال لي السيد روساليس لقد كنت سفيرا لاندونيسيا بالخرطوم، انه لشيء مبهج صدقني، وهذا يذكرني بالوقت الذي سبقت تعيني في كراتشي حين اخبرت زوجتي وابني انني بصدد العمل في كراتشي وجاء رد فعل ابني مستغربا كيف ستذهب الى كراتشي؟ فقمت بطمأنته ولكن عندما اخبرت زوجتي بمهمتي في كراتشي شرعت مباشره في البكاء لكننا ذهبنا وقضينا أربعة عوام في كراتسي ثم أتعلمين ماذا حدث بعد ذلك عندما أخبرتها أن علينا الرجوع إلى جاكرتا لقد أجهشت بالبكاء أيضا فقد كان لديها الكثير من الأصدقاء الباكستانيين فهم شعب طيب جدا والآن انا اظن انها سوف تعيش نفس التجربه هنا في السودان فهذه المره عندما اخبرتها اننا سنذهب الى السودان كانت فرحه جدا لقد طمانتها السيده جامبيكو حسب ما رأيته حتى الآن في السودان من مختلف المراسم الحكومية ولقائي ببعض رجال الأعمال وتم دعوتي لبعض موائد الإفطار فأنا أظن حقا أن السودان يشبه أندونيسيا إلى حد كبير فالسودانيون أناس ودودون للغاية مما سيجعل وجودنا هنا ممتعا للغاية وسوف يساعدني على مهمتي كسفير لدولة أندونيسيا هنا بالسودان نحن الان نتوقع زياره ابنائي للخرطوم بعد انقضاء شهر رمضان سوف ينضمون الينا للاحتفال بعيد الفطر لقد أرسلنا لهم بعض الصور والفيديوهات لمقر الإقامة ومكاتب السفارة وهم متحمسون جداً. قالوا لي: "إن الذهاب إلى أوروبا وأستراليا ليس بتلك الخصوصية فالذهاب إلى أفريقيا فهي مكان ساحر للغاية ولا تتاح الفرصة للكثيرين لزيارتها". وقد أخبرتهم: "يا أبنائي إذا كنتم تظنون أن الدولة التي بها الإهرامات هي مصر، فالسودان هي دولة التي بها الاف الاهرامات وسوف تكون لدينا الفرصه لزياره كل تلك المواقع الاثريه بالسودان والشيء الذي اتطلع ايضا لجعلهم يرونه وقد رايته بنفسي في الخرطوم هو التقاء النيلين الابيض والازرق في هذه المدينه الجميله لقد شاهدوا تلك الصور في التلفزيون فقط ربما لكنهم سوف يرونها على الطبيعة عند حضورهم إلى الخرطوم إن شاء الله حتى إن بعض أصدقائهم يودون القدوم معهم إلى السودان فغالبية أولئك الشباب قد زاروا أوروبا وأمريكا وأستراليا لكنهم لم يحظوا بزيارة إفريقية على الإطلاق حتى ان احد اصدقاء ابني قال لي ان افريقيا هي القاره المستقبليه فبعد اوروبا واسيا تمثل افريقيا الان مركز الفرص الاقتصاديه كما اشارت بعض المؤشرات الاقتصاديه فعلا لقد حضرت السنه الفائته الملتقى الاندونيسي الافريقي في بالي وبالطبع حضرت البعثه السودانيه ذلك الملتقى كان بإمكاني رؤية نسب النمو الاقتصادي العالية للدول الأفريقية كما في نيجيريا على سبيل المثال والكاميرون وحتى موزمبيق أحرزت نموا اقتصاديا تجاوز 4%. باختصار فإن لدى أفريقيا مستقبلا مبشرا من النماء الاقتصادي، وأنا كسفير فإن واحدة من أولوياتي هي تشجيع ذلك النماء خاصة وإننا على وفاق سياسي تام. كما ذكرت لك سابقا فقبل استقلال اندونيسيا قام احمد سوركاتي بزيارتها حيث قام بتدريس العلوم الاسلاميه وكتب الكثير من الكتب التي نالت اعجاب الرئيس الاندونيسي احمد سوكارنو ولهذا السبب فقد حضر سوكارنو جنازته كما أن لدينا تاريخ من الوفاق السياسي ولكن ما زال أمامنا الكثير لنفعله حتى نترجم هذا التعاون السياسي إلى تعاون اقتصادي قوي مما يعني أن علينا الاستفادة اقتصاديا من ذلك التاريخ السياسي الطويل بين البلدين وأنا بصفتي سفيرا لأندونيسيا بالسودان أخطط لتشجيع التعاون بين رجال الأعمال بين البلدين لتأسيس الملتقى السوداني الأندونيسي لرجال الأعمال وأعمل بتأسيس هذا الملتقى إعطاء المزيد من الفرص لالتقاء رجال الأعمال من البلدين ليس هذا فقط بل امكانيه تعاونهما الملموس اقتصاديا. have more opportunity not only to meet in business meeting but also to have a business matching طيب ساعه السفر نقف في النقطه دي يعني في اي من المجالات في وجودك هنا انت حيكون في تشجيع لفرص التعاون والاستثمار ما بين اندونيسيا والسودان؟ هل في المجال الزراعي ولا في في اي من المجالات الصناعيه ولا غيرها؟ Uh, I have to uh, uh, share with you that we have uh بالتأكيد باستطاعة القول لك أن هناك الكثير من الفرص فحجم الحركة التجارية لدينا يقارب 100 مليون دولار مما يعني أنه ما زال أمامنا متسع من الفرص لإرضاء التطلعات الاقتصادية والسودان أيضا يتمتع بتلك الفرص كما الحال في أندونيسيا ولكن الآن نشجع بعضنا البعض بصدد الاستفادة من تلك الفرص فرجال العمل الأندونيسيين مهتمون بالمجال الزراعي والحيواني لأننا نعتمد على صناعة الغزل والنسيج ونقوم باستفادة إستيراد المواد الخام كالقطن من دولة واحدة وهي بدورها تستورده من السودان فلماذا لا نتعاون في هذا المجال دون وسائط أنا حقا أتطلع لتسهيل هذا الأمر وكما تعلمين فأندونيسيا واحدة من الدول المستهلكة وأن مستوى الطلب أعلى بكثير من مستوى العرض ولهذا السبب ما زلنا نستورد اللحوم خصوصا خلال شهر رمضان لكن الطلب على اللحوم في أندونيسيا أصبح متزايدا في الأونة الأخيرة فنحن نستورد اللحوم من أستراليا ونيوزيلندا وحتى الأرجنتين أترين هناك فعلا العديد من الفرص للتعاون مع السودان في الحقل الحيواني We, uh, so لقد قمت خلال الملتقى الأندونسي الأفريقي بترتيب لقاء بين بعض المستثمرين السودانيين ورفقائهم الأندونسيين الذين يودون الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية في السودان uh, I, uh, انا آمل الآن في دعوتهم لزيارة السودان ومساعدتهم على إيجاد شركاء من داخل البلاد. سوف نبذل ما بوسعنا ليتم ذلك اللقاء بين الطرفين في الخرطوم، كما نأمل أن يتطور هذا التعاون في استثمار حقيقي، وكان فخامة الرئيس عمر البشير قد رحب بهذا الاقتراح عندما التقيت به. فأنا أؤمن أن بإمكاننا التعاون للمساهمة في رفع مستوى الاستثمار الاستثمار التجاري في هذين البلدين الشقيقين between countries اما بالنسبه للقطاعات الاخرى فنحن نشجع التبادل الاجتماعي والثقافي فاندونيسيا لديها الاف من الطلاب في السودان وقد قامت الحكومه الاندونيسيه مؤخرا بتوفير منح للطلاب السودانيين للدراسه باندونيسيا ليس فقط للبرامج الناطقه بالاندونيسيه بل ايضا العديد من التخصصات <applause> لقد التقيت ببعض الطلاب السودانيين الذين تخرجوا من جامعة باندونغ وهي نفس الجامعة التي درست بها لكنهم تخصصوا في مجال العلوم الحيوانية أنا أتطلع لإتاحة الفرصة للمزيد من الطلاب السودانيين للدراسة في أندونيسيا عن طريق هذه المنح التي ستمكنهم من الحصول على الدرجات الجامعية وكذلك الدراسات العليا من أندونيسيا السفير <applause> بوجودك أنت بتطلع تمشي السوق تتجول في الشوارع بالخلفية الجبال اللي تكلمت عنها لما يعني السفير اللي قبلك هو يتكلم معك بالتلفون وداك زي يعني شكل عام للحياة هنا في السودان وهي اللي جاته زوجتك واللي جاهو ابنك وهو صايم معاكم الآن لقد قمت بزيارة بعض الأماكن هنا مع زوجتي وابني وكذلك مع الأصدقاء والزملاء بالسفارة زرت أيضا بعض المطاعم وأظن أن الخدمة جيدة جدا والسودانيين اجتماعيون ولكنني ما زلت أتطلع لرؤية المزيد داخل البلاد ما زلت جديدا في السودان ولكنني أخطط لزيارة كل المواقع الأثرية بالبلاد إن شاء الله لقد وجدت الخرطوم حيه جدا بالامسيات ولقد اخذت بعض الصور من فندق كورنثيا وتشاركتها مع بعض الاصدقاء عبر الانترنت فجاء ردهم بالدهشه من جمال هذه المدينه فلم اتردد في دعوتهم لزيارتها لقد قصدت بتلك الصور التي اخذتها للنيل والمراكب ان اعكس شيئا مختلفا لهذا المكان على غرار ما تفعله وسائل الاعلام التي تصدر صورا غير منصفه في بعض الاحيان وهي على كل حال لا تشبه التجربه التي يعيشها الفرد بنفسه by ourselves. so we see the right one ساعه السفير نحن في بدايه الحوار تكلمنا عن مؤتمر باندونغ وتكلمنا عن دول عدم الانحياز كمصطلح متداول الان في الاوساط السياسيه وفي النخب السياسيه هل زي ما بنعرفه هنا في السودان ولا فيه له معاني وقيم ومضامين ارتبطت بدوله زي اندونيسيا؟ نعم، أعتقد أن المؤتمر الآسيوي الأفريقي هو مبادرة من القادة التي تأسست على يدهم حركة عدم الانحياز وسوكارنو واحد منهم. سوكارنو من إندونيسيا وجمال عبد الناصر من مصر. ونكروما من غانا وجوزيف بريستيتو من يوغوسلافيا السابقة وأيضا نهرو من الهند وشجع هذا المؤتمر الكثير من الدول خاصة تلك التي لم تنل استقلالها بعد حتى ذلك التأريخ كما الحال في بعض دول من إفريقيا وقد ألهم ذلك الحدث الكثير من الدول على حد قول سوكارنو الذي رأى أن ذلك التجمع قد ألهم الكثير من الدول في القارتين لذلك أظن أن المؤتمر الآسيوي الأفريقي كان حدثا مهما ما زلنا نحتفل به في باندونغ كانت المرة الأخيرة التي احتفلنا بها في العام 15 و حيث حضر الكثير من قادة الدول الذين شاركوا في المؤتمر الأول attended the the summit or the the conference attended. صحيح mm -hmm. يعني كان عنده أثر وإسقاطاته المباشرة على كثير من ال, من الدول سعادة السفير نحن سعدنا جدا إنه أنت تكون معنا اليوم ضمن حكاوي السفير على شاشة قناة الشروق شكرا سيد سفير آ, أندونيسيا بالسودان رسالة سعدنا شكرا جزيلا. Thank you very much. Thank you.